شمس الحرية ستشرق قريبا والنصر قادم رغم أنف الاحتلال. ذكرى أكبر فشل أمني مني به الكيان الصهيوني على يد 6 أبطال فلسطينيين حينما تمكنوا من تقوية سجن جلبوع والخروج منه قبل عامين. سنسأل الناس هنا في صنعاء سؤال سريع، كيف تابعوا هذه العملية وما رسائلهم للأبطال؟ عملية هروب الأبطال من سجن جلبوع في 2021، كيف تابعت هذه العملية؟ والله علمنا بهذه القضية واعتزينا وأفتخرنا بهم أنهم أبطال. تلقينا الخبر عملية بطولية هزت كيان العدو الصهيوني الذي يمارس أبشع وأجرم يعني عدوان عرفه التاريخ في الوطن العربي الفلسطيني الإسلامي. تابعنا كنصر جديد على الكيان المؤقت. تلقينا الخبر كبارقة أمل وتحدي لهذا العدو مهما كانت إمكانياته، إذا كان هناك إرادة وعزم وقوة وتحدي وتوكل على الله. إذا كان هربوا إلى اليمن أشك يكون موقفك أنت كامل؟ يكون موقفي أني أدافع عنه وأعتز بهم وأتشرف بهم أنه أبطال ودافع عن نفوسهم. لو خرج أولئك السجناء إلى اليمن لجعلهم اليمنيون أعلاما فيما صنعوا من عملية بطولية. إذا هربوا إلى اليمن كنا سنحميهم ونكون في مقدمة مواجهة هذا العدو بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت نؤثرهم على أنفسنا كما كان آباؤنا وأجدادنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.